نعتقد انه اذا كان الدعم السريع غائده بمثل الرجل الثاني في الدوله القوه دي منتظمه تمشي تجي في جانب كبيره في مواجهه كبيره. شنو اللي انت مطلوب ان احنا نتكلم فيه يعني؟ نحن ذاتنا الان احنا موجودين هنا في المنصه كمكون قبلي بنتكلم عن قبيلتنا. وقبل كده الوزيريه كان كمكون قبلي جاء عمل مؤتمر صحفي وحدد حدوده وطلعنا احنا كنوبه ما عندنا حدود، حتى ما عندنا ارض، يعني قالوا حدوده بتقع شمالا المعامل البديريه والجوامع وشرقا معامل حوادنا، بما ان النوبه انتم عندكم لا واقع حتى جبال ذاتها مساحات من الوجود. يبدو شنو المطلوب منا نحن كنوبه عشان نعمل؟ مطلوب منا الان نحن نقعد ننتظر ابناء النوبه الموجودين في الجيش الحكومي في الجيش الشعبي في الشرطه في كل المؤسسات العسكريه، اذا في امكانيه خلوا المؤسسات دي تعالوا انضموا لاهلكم. لا اصلا احنا مستهدفين بالقدر ده، مستهدفين في شرق السودان، مستهدفين في شمال السودان، مستهدفين في جنوب السودان. بالضروره انه الناس يطلعوا يجي ينضموا لاهلهم وبعدين يشوفوا كيف يشوفوا. طالما تم اعلان حرب ضد ده فنحن على قدر المسؤوليه. الله اكبر. نعلن حرب ضد ده كمجتمع احنا قادرين نواجه. واجهنا في مرصدان، واجهنا في عبره، واجهنا في شرق في 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 كسبه قادرين نواجه. في جبال النوبة عقر دارنا ما تزال بطلنا عقر دارنا يا جماعة. هذا عقر دارنا، لا يمكن أن نطلع من عقر دارنا، وإلا نحن كلنا محنوة، لا نحن لا هم. يعني كيف تعلق على مثل هذا الخطاب؟ للأسف الشديد نحن عدنا إلى العصور ربما ما قبل التاريخ. للأسف الشديد يعني خطاب بهذه الصورة ويعني الضرب على العنصرية وبهذا التحريض ويقول هذا الكلام ويمشي ما في ذول بيسأله، يعني للأسف الشديد يعني تحريض واضح لمجموعة، وده طبعا ما هو لا أول ذول ولا آخر ذول. اخ ناجي يمكن قبل في الاسبوع الفات ولا قبله كانت ندوه في جهات مبده، وشوف الاختيار من التوافق الوطني والكلام الكام من واحد من المتحدثين الاساسيين في الندوه، وكان يتكلم بالتحريض ونحن التهميش ما بنرضى وانتم بصوره غير عاديه، يعني تحريض يعني واستهداف للقبليه بصوره غير عاديه. قبل يمكن برضه في الاسبوع الفات ندوه عملت في الحيوزي في الاطراف، لاحظ هناك في امبده مخاطبه شريحه معينه من الناس، هنا في الحيوزي برضها التوافق الوطني مهما كان رايه برضه كذلك الاشاره واضحه جدا، كل جهه من الجهات بقت تستخدم يعني القبيله كواحده من الادوات والكلام بصوره واضحه جدا عن الاستنفار في القبيله. فواضح ان المساله يعني حتودي السودان في داهيه اذا كان يعني مش حتوديه، وهو الان اصبح على يعني في في, في على, على 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 حافه الانهيار. يعني الاخ الناجي في برضه واحده من المسائل